تواصل الحرب على قطاع غزة كشف عورات الداخل الإسرائيلي. جديد الأحداث كان في ذلك التراشق الكبير بين ساسة إسرائيل الذي تجاوز كل الأعراف السياسية والإنسانية، وباتت وسائل الإعلام ومنصات التواصل مجالاً مفتوحاً تفضح فيها الأطراف الإسرائيلية بعضها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير لا يمل انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي رفض مشاركته في مجلس الحرب المنحل، مبرراً ذلك بأن بن غفير يفشي أسرار الدولة وأنه لا يخفي ما يجب إصراره من أحاديث جانبية بين القادة الإسرائيليين. بن غفير رد كعادته على رئيسه في الحكومة بالقول إن من يتحدث عن إفشاء الأسرار يجب أن يراجع نفسه، وهو من كان يسرب اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي يطلق عليه الكابينت الأمني. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دخل على خط هذا التراشق وقال إنه يتفق مع بن غفير فيما قاله عن نتنياهو ويتفق مع الأخير فيما قاله عن الأول. بيني جانس رئيس حزب معسكر الدولة عضو مجلس الحرب المنحل لم يترك نصيبه من هذا السجال وأدلى بدلوه، مؤكداً أن من يفشي أسرار الدولة يجب ألا توكل إليه مسؤولية الأمن الإسرائيلي وقيادة الشرطة. تطورات الداخل الإسرائيلي تؤكد حجم الخلافات الكبيرة بين ساستها وقادتها العسكريين، ما يعوق اتخاذ قرار مصيري بشأن الحرب على غزة، والتي بات من المؤكد بحسب مراقبين أنها تجري لأغراض شخصية ومكاسب سياسية، حتى لو كان ذلك على حساب دماء جنود جيش الاحتلال أو حياة المحتجزين في قطاع غزة.